هلا والله وسهلا، حياكم الله وبياكم. احيانا في بعض المجالس وبعض الاجتماعات تسمع من بعض الناس كلمة مثل الناس ما فيها خير. اذا سمعت واحد يقول ان الناس ما فيها خير، وقف. ترى هالرجال هذا وامره الله انه يعلمك بنفسه وشخصيته انه هو اللي ما فيه خير، وتنبيه لك فين كنت بتشاركه ولا بتشتغل معه ولا تبي تبيع معه ولا تاخذ وتعطي معه ولا تبي تناسبه. فرمل، تراه ما في خير، ولكن يقولها على لسان التنبيه لك. هالنوعية من الناس نفسه هي اللي مقنعته ان العالم فيه كله ما فيه خير، حتى هو يستأنس يعني بالوضع اللي هو فيه، حتى تقول انتبه انتبه، تغير، انتبه للمراجل والمروة، انتبه لا تروح ترد العالم ذي كله، خلاص ترى كنت عود من عرض حزمة وخلاص العالم ذي كان له الشولة، ترى الناس كلها فاسدة وخلك فاسد معهم. لأن المراجل سايدة والمروة والعلوم ذي بيها تعب ونفسه ما تبيها الأمور. بعض الناس تراه يعرف المرجلة ويعرف الخير من الشر ويعرف ويشوفه، لكن سبحان الله محروم منه، ما يقدر، ما مرة سبحان تهبل لا إله إلا الله. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على محمد: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. في بعض الناس يراه بس ما رزق الله اتباعه، يعني صلى السلامة. هلا والله، حياكم الله ومسيكم الخير. قبل شوي أمشي في شمال الرياض في مكان أمشى شبه مظلم، كنت موعد واحد ويشك لي، أنا بكرت عليه شوي فقلت بمشي. وأنا أمشي في الممشى هذا ما في أحد، المهم لقيت لي شايب، لقي له وانت مكرمة الزبالة وقاعد يجمعها، طبعا ما عنده أحد. قربت من عنده ولقيته واحد من أكبر تجار الرياض، أي والله ما عنده أحد وقاعد يشيل الزبالة بيدينه. والله أكبرته في نفسي، هذا الرجل قبل فترة مكلمني عن عقار يبغى يبيع قيمته 700 مليون. يا الله، رفع راسه: سعد. قلت ايوه. طبعا يدينه كذا قام بيسلم علي. سلم علي. يعني منظر، يعني انا متاكد كثير من الناس ما راح يصدق مثل هالشغلات، لكن سبحان الله. شوف يعني سبحان الله، هذا ذكرني بواحد قبل اسبوع يعلمني بقصه شباب، يقول لقيتهم جالسين ما ادري في حديقه في مكان زي كذا، يقول الزبايل عندهم قايمين وتالكين، يقول يومكم تشيلوا زبالتكم ليه؟ قالوا فيه عامل مدفوع له راتب، عامل نظافه الحكومه دافعت له راتب، وش قاعد مش مقعده وراه. يا الله، شو الفرق بين الاثنين ذولا؟ اشهد ان لا اله الا الله. ذكرني ايضا بالشايب اللي يقول اولده مبتعث وفرحان، يقول انه رجع يعني الحمد لله يعني متغير. قلت وش التغير اللي فيه؟ قال لي واسي فراشه ويرمي الزباله. لا حول ولا قوه الا بالله.